دي سمكة بتهاجر من بلاد لبلاد، تمام؟ دي بتهاجر، بتيجي مهاجرة في شهر 4، بتيجي مهاجرة من السعودية. أول ما بتدي معانا بتيجي من السعودية، بتوصل هنا 15/5، بتاخد 45 يوم، كل 15 يوم بتمشي المشية بتاعتها، بتمشي واحدة أولى، واحدة ثانية، واحدة ثالثة، تمام؟ سمكة مهاجرة. دي بتتعايش، السمكة دي العنبر دي من زمان بيتعايش على الجمبري، بتاكل الجمبري الصغير والطحالب والكده، تمام؟ بتيجي المواسم بتاعها احنا بنصطادها بنملحها، ليها طريقه تمليح معينه. اهل البحر الاحمر ومعظم الناس بتحب السمكه دي، ان السمكه دي صافي من البحر الاحمر، دي لا مش موجوده في البحر الابيض. في البحر الابيض بيبقى صغير، بيقولوا عليه بربوني، بس البربوني يختلف عن العنبره، تمام؟ دي عنبره وهي بتتفسخ وجميله، طعمها جميل وسمكه فوق الممتازه. سمك العنبري ده بيطلع 3 شهور في السنه بس، يبدا من 6، من 5 و6 و7. السمكه دي جميله ومعظم الناس بتحبها، دي بتبقى سمكه بلدي ومبطرخه مرغوبه يعني. احنا بنيجي مخصوص عشان ناكل العنبري دي، تيجي في الموسم، تيجي في مواسم يعني، وطبعا هي الاكله المفضله لنا العنبري. العنبري والبوري دي احسن حاجه في المحل، وبعدين المحل مشهور.